تحية كل أم شهيد فيك يا مصر، تحية جمهورية مصر العربية، وتحية مصر مباركية للرئيس عبد الفتاح السيسي، أقول كل سنة وأنت طيب، وبقدم عزائي للناس المصريين والدول العربية اللي ماتت، الإخوة المسلمة اللي ماتت في السعودية، وأقول لهم ألف رحمة ونور تنزل عليهم، الله يرحمهم ويعافوا في الجنة والنعيم. يبقى حق الشهيد جابوا 2، الجيش المصري إيجيبشن أرمي فورسز أند البوليس المصري. الجيش الكوري دبل ذكر كل يوم أكثر في مصر 20 قتيل من الإرهابيين الخونة موتوا حوالي كام؟ قتلوا 800 وأصابوا 1000، وخلي بالك سينا دلوقتي بقت مستقرة. نادر عبد الفتاح السيسي الراجل المحترم قال لك مش هنسيب سينا لحد، في احترام أكثر من كده. خلي بالك قبل ما أنت الباطل صفر لمين؟ لواحد أنا مش عايز أنساه، المستشار عدلي منصور، عارفه ولا مش عارفه؟ رئيس بتاع جمهورية مصر في السنة اللي هي الانتقالية، راجل محترم، راجل محترم، وجاه قال لك لا أنا أرجع.